الساعات اللي فاتت كان في تصريحات مهمة وصدمة قالها الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، وعملت حالة جدل كبيرة في الشارع الرياضي لما قال إن مفيش لاعب من خلال متابعته للدوري المصري يستحق الانضمام لمنتخب مصر، وإن المستوى الفني للدوري غير مرضي بسبب ضعف الأداء. كمان قال الكابتن حسام حسن انه مش لاقي لعيبه جاهزه بضمهم للمنتخب، وان المحترفين الثمانيه اللي هيضمهم هيكون الدوريات بتاعتهم خلصت قبل التجمع ب10 ايام، فهيحتاجوا تدريبات بدنيه كبيره علشان يكونوا جاهزين. طبعا الكلام ده خطير جدا، لانه كمان ان يقولوا المدير الفني للمنتخب قبل المباراتين المهمين اللي هيلعبهم المنتخب في تصفيات كاس العالم امام بوركينا فاسو وغينيا بيساو. تعالوا نعرف اكتر من الناقد الرياضي الدكتور عثمان ابراهيم. صباح الورد على حضرتك. صباح الورد عليك طبعا على كل الساده المشاهدين. عايزين نعرف من حضرتك ازاي شفت تصريحات الكابتن حسام حسن، وليه صدرت في الوقت ده بالذات؟ يعني يمكن هو كابتن حسام حسن قرر يعمل جلسه كده وديه مع بعض الصحفيين الاعلاميين حتى بدون تصوير امبارح من هذه الكوره. طبعا متوقع ان الكلام اللي هيتقال جوه الجلسه دي هيبقى منتشر على كل المنصات في السوشيال ميديا وكل المواقع وكل الجرايد النهارده. طبعا التصريحات تعتبر صادمه، ان فكره ما فيش لعيبه جديده تنضم للمنتخب في الفتره الجايه، ويمكن التصريح ده بس اتفهم بشكل غلط، ان كابتن حسام قال ان ما فيش لعيبه تصلح في الدوري المصري. هو بيقول ما فيش لعيبه بره اللي اختارهم في اخر معسكر يصلحوا ان هم يضمهم للدوري، يعني هو للمنتخب. هو قال انا شفت كل الماتشات وكل الملاعب بروحها بحيث ان انا اشوف عناصر جديده ضمها المنتخب غير اللي ضمتهم في اخر معسكر اللي هو كان في شهر 3 اللي فات. فهو بيقول انا مش لاقي عناصر اكتر من اللي احنا اشتغلنا عليها في شهر 3 اللي هو ماتشين بتوع نيوزيلندا وكرواتيا. وبالتالي هو يعني كل ده المقدمه وتبرير عشان خاطر المعسكر اللي عايز يبداه بدري 5 أو 6 أيام قبل طبعا البدايه الرسميه لمعسكر شهر 6. طبعا التوقف الدولي اللي جاي بشكل رسمي هيبدا 3 يونيو. ومنتخب مصر عنده مباراه بوركينا فاسو يوم 6 يونيو، هي كانت يوم 7 بس اتقدمت 24 ساعه بقت يوم 6 يونيو، والمباراه الثانيه مع غينيا بيساو خارج مصر يوم 10 يونيو. طبعا فكره ان ال 3 يونيو دي الكلام ده مش على منتخب مصر بس، ده على منتخبات العالم كلها. على فكره السنه دي في كمان فتره قريبه جدا اليورو بطوله كاس اوروبا وعندهم نفس الكلام والتجمع في نفس الميعاد تقريبا. المنتخبات اللي احنا هنقابلها عندهم التجمع في نفس الوقت، يعني مش منتخب مصر مثلا مظلوم بعيدا عن بقيه منتخبات العالم، ده سيستم في العالم كله. الحاجه الثانيه اللي لازم الكابتن حسام حسن اكيد هو عارفها، يعني واي مدرب المنتخب يختلف تماما عن مدرب النادي. طبعا مدرب المنتخب بياخد لعيبه جاهزه في اقل وقت ممكن، اللعيبه اللي مناسبه للفكر بتاعه والتكتيك بتاعه اللي بيتبعه او اسلوب اللعب بتاعه، يجيب اللعيبه المناسبه لهذا الاسلوب وبيجي يقعدوا معاه. هو مش لسه هيعلم اللعيبه كوره، هو كل لاعب بيجيب مثلا 2 باك يمين 2 باك شمال 4 سنتر باكس وهكذا، ونص الملعب والاجنحه والمهاجمين، كل لاعب جايبه في مركزه هو عارف واجبات مركزه. كل اللي بيحصل بعض التدريبات عشان في انسجام بين اللاعبين ويخشوا على المباراه بشكل مباشر، وده نظام متبع في العالم كله. لكن كابتن حسام حسن شايف ان هو محتاج 4 5 ايام زياده. وطبعا خلينا نتكلم بكل صراحه ووضوح، الازمه اللي هتحصل الفتره الجايه ومتوقع ان النادي الاهلي تحديدا اللي هو كان عنده 10 لاعبين في اخر معسكر رافض تماما يدي لعيبه المنتخب غير في الميعاد التوقف الدولي الرسمي اللي هو 3/6، وده اللي هيبقى مشكله كبيره. واعتقد ان ده اصلا هو ده السر اصلا في اقامه القعده اللي اتعملت امبارح مع الصحفيين، لان النادي الاهلي في المعسكر اللي فات شهر 3 لو الناس تفتكر برده كان في ماتش مصر وكرواتيا يوم 26 مارس والاهلي كان مسافر تنزانيا وعنده ماتش يوم 29 مارس في دور الثمانيه، فكان في اتفاق بين مارسيل كولر مدير فني النادي الاهلي مع الكابتن حسام حسن ان هو ما يشركش كل اللاعبين عشان ما يحصلهمش اجهاد قبل ماتش مهم ورسمي، لان ماتش كرواتيا في الاول والاخر هو ماتش ودي. ولكن بكل اسف كابتن حسام حسن استخدم معظم اللاعبين واوقات كبيره جدا جدا، وده مش هنضحك على بعض، عمل حاله من الغضب داخل النادي الاهلي اللي كان ممكن مشواره ينتهي في البطوله بسبب طبعا الاجهاد الشديد اللي حاسس بيه اللعيبه، لدرجه ان اللعيبه راحوا معسكر المنتخب على المطار سافروا ما اتمرنوش من الثلاثاء لحد الجمعه. طب دكتور عثمان، من وجهه نظر حضرتك يعني بعد التصريحات اللي اتقالت دي، شايف ازاي قدره المنتخب على المنافسه في تصفيات كاس العالم؟ يعني هل التصريحات دي هتكون الى حد ما محبطه بالنسبه لهم، سلبيه؟ يعني رايك فيها ايه؟ اكيد هتاثر. طبعا هو تاثيرها هيكون سلبي اكتر منه ايجابي بشكل كبير جدا جدا، لان اللعيبه ممكن تفهم غلط ان لو حس ان المدرب مش واثق فيه او ما عندوش ثقه فيه وحس ان هي تاثير علاقه، هتبقى مشكله كبيره جدا جدا. لان احنا عندنا ماتشين، وعلى فكره احنا على فكره موقفنا جيد جدا في المجموعه، احنا عندنا 6 نقاط، بوركينا فاسو عندها 4، غينيا بيساو عندها 4،
يعني فوز في المباراتين دول هيخلينا تقريبا شبه قربنا من ضمان التأهل لكأس العالم، يعني الموضوع مش صعب لهذه الدرجة. منتخب بوركينا فاسو مهما كان، حتى لو كابتن حسام حسن قال في محترفين كتير وغينيا بيساو فيها محترفين كتير، احنا متعودين، ما احنا بقى لنا سنين من قبل 2006 وهو كان كابتن المنتخب فيها، كان عدد المحترفين عندنا يتعدى الاصابع ايد الواحده، ولعبنا يعني فطاحل في افريقيا وفرق قويه جدا جدا، وفي الاخر منتخب مصر فاز ب 2006 2008 2010. الجيل بتاع دلوقتي مش بنفس الجوده بتاعت 2006 2008 و10، ولكن في لعيبه مميزه ولعيبه جيده جدا جدا، لكن ما ينفعش كانت قال ان ما فيش لعيبه جديده. انا بس هقول مثال واحد، هقول مثال واحد بس للعيبه لاعب خارج منتخب مصر، وهنسال ونستنى ونشوف. عمر كمال خد 3 مرات احسن لاعب في مباراه الاهلي، هل عمر كمال عبد الواحد هينضم لمعسكر مصر في شهر 6 ولا لا؟ طبعا يعني نماذج كتيره، اكيد نماذج كتيره طبعا يعني ممكن يحتذى بها. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا الناقد الرياضي دكتور عثمان ابراهيم.